السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح ناخذ درس جديد Reading and Writing. طيب قبل ما ندخل في الدرس يا ريت تنضمون لقناة التليجرام لأنه موجود فيها كل دروس الصف السادس. My brother Richard. طبعا رابط القناة موجود تحت في صندوق الوصف. طيب My brother Richard أخي Richard. نشوف أخوه Richard إيش سوى. My brother Richard went to the cupboard to find something to eat. But when he got there, the cupboard was bare. And he saw had nothing to eat. He went to the grocer's to buy some fruit and milk. But when he came back, he was holding an empty brown bag. Poor Richard. طيب نفهم الآن معنى الكلام. My brother Richard, أخي Richard, went. الماضي من go, went, يعني ذهب. Went to the cupboard. Cupboard اللي هي إيش؟ هذه الخزينة اللي يحطون فيها الكاسات أو الأكل أو أشياء مختلفة. طيب أسميها cupboard, cupboard, cupboard. To find something to eat, ليجد شيئا ما. Find يجد something شيئا ما. To eat ليأكل. But when he got there, عندما وصل هناك there, the cupboard was bare. كانت الخزانة فارغة، ما فيها أكل. Bare. And so he had nothing to eat. Nothing. لا شيء. Nothing to eat. ليأكل. ما كان في عنده شيء عشان يأكله. He went to the grocer's. Grocer's يعني البقالة أو البقال. Grocer's. طيب. Grocer's. To buy something or some fruit and milk. Some fruit and milk. بعض الحليب والفواكه. Fruit, فواكه. Milk, حليب. But when he came, عندما عاد. Came يعني عاد أو جاء. Came. Back يعني رجع. Came back, رجع. Came back. He was holding. كان يحمل. هو كان يحمل holding يحمل an empty 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 brown bag كان يحمل كيس إيش كيس باللون البني brown poor Richard يعني راح للبقالة ورجع مرة ثانية إيش يحمل ولا شيء كيس فارغ empty empty brown bag كيس بني فارغ طيب راح أرجع عيدها مرة ثانية وعيدهم وراي. My brother Richard went to the cupboard to find something to eat. But when he got there, the cupboard was bare. And so he had nothing to eat. He went to the grocer's to buy some fruit and milk. But when he came back, he was holding an empty brown bag. Poor Richard. Poor Richard يعني مسكين. مسكين. طيب لما بدي أقول عنه مسكين. Poor. مسكين أو فقير. Poor Richard. طيب عندي هنا الأفعال اللي ذكرت في النص. Went اللي هي الماضي من go. من go. طيب إذا went. الحاضر منها go بمعنى يذهب لو بدي أقول ذهب went طيب get الحاضر من got get يعني حصل طيب حصل الماضي منها got was كان الماضي الحاضر منها is had
لديه كان لديه الماء الحاضر has went قلنا go came اللي هي الماضي من come يعني جاء أو أتى come الماضي منها came بالO أما هذه بالA come طيب was قلنا منها الحاضر is طيب ليش هنا الأفعال مضاف لها is نهايتها ليش مضاف لها is تذكرون في الفصل الأول أخذنا إنه إذا كان الفعل سواه فاعل مفرد فالفعل يجي مضاف له is تذكرون ولا لا قلنا إذا كان الفاعل مفرد بالجملة الفعل بعد الفاعل نضيف له is فصير عندي go إذا كان الفاعل مفرد يعني he أو she هو أو هي يصير goes يعني يذهب goes للفاعل إيش المفرد gets يحصل is وhas goes أما إذا كان عندي الفاعل بالجملة مفرد ما حقول come لا comes طيب إذا لما الفعل يكون عندي مفرد بالجملة الفعل بعدين يجي إيش مضاف له is هذا بالزمن الحاضر أما إذا كان أتكلم بالزمن الماضي خلاص راح أحط الفعل بالتصريف الثاني زي ما قلنا الأفعال المنتظمة أسميهم الماضي منهم تصريف ثاني طيب فبعض الأفعال غير منتظمة أحفظ شكل الفعل بالماضي وبعض الأفعال المنتظمة إيدي أضيف لها وبعدين تعطيني الماضي منها ذاكروا الدرس كويس وتدربوا على الأفعال وكمان تدربوا على قراءة هذا النص طيب خلينا نرجع نقرأه مرة ثانية My brother Richard went to the cupboard to find something to eat but when he got there the cupboard was bare and so he had nothing to eat he went to the grocer's to buy some fruit and milk but when he came back he was holding an empty brown bag poor richard ممتاز اذا دربهم كويس على قراءه النص طيب ننتقل الآن challenge time راح تسمعين وتختارين طيب listen to the chant and circle the words راح تحطين دائرة عند الكلمة اللي تسمعينها في هنا مجموعة من الأشخاص راح تحضر طعام في بعض الأشياء موجودة عندها وفي بعض الأشياء غير موجودة طيب هنا يقول we had some meat chicken إيش قال حتسمعين في الفصل وتختارين meat ولا chicken meat يعني لحوم chicken دجاج إذا we had some we had ماضي had لدينا أو كان لدينا had كان هو يتكلم بالزمن الماضي we had some بعض meat ولا chicken but we didn't have لم يكن لدينا any أي cheese ولا butter cheese جبنة butter زبدة طيب الجملة الثانية we had some tomatoes salad إيش اللي كان في عندهم some منه بعض منه tomatoes ولا salad طيب but we didn't have any إيش اللي ما كان عندهم منه ولا شيء هل هو macaroni ولا bread macaroni ولا إيش bread اللي هو الخبز bread طيب ننتقل هنا we have some carrots ولا onions ايش الشيء اللي كان عندهم منه بعض carrots جزر onions بصل onions but we didn't have any ايش ما كان عندهم potatoes ولا apples we have some rice الأرز ولا flour الطحين flour طحين but we didn't have any eggs ولا oil eggs البيض oil زيت we had some juice ولا milk juice عصير milk الحليب طيب but we didn't have any ما في عندهم أي mustard الخردل mustard ولا ketchup
إيش اللي ما كان عندهم؟ any. طيب أخذنا سابقا بعض التعابير اللي أستخدمها كردة فعل على الأشياء، كمان رح نأخذ ردة عبارات أستخدمها وأستخدمها لما بدي أعبر عن ردة فعلي، زي عندي مثلا هذه العبارة I think it is boring. لما الحاجة أشوفها مملة أقول I think it is boring، مملة. طيب لما أشوفها إنها مثيرة للاهتمام عكس مملة interesting أقول interesting، مثيرة للاهتمام. لو كانت مضحكة funny، لو كانت سهلة easy، لو كانت صعبة difficult. إذا ممكن أستخدم هذه التعابير عشان أعبر عن ردة فعلي باللغة الإنجليزية. I think it's boring. I think it is interesting. I think it is funny. I think it is easy. I think it is difficult. خلاص؟ إذا interesting مثير للاهتمام، boring ممل، easy سهل، funny ممتع أو مرح، difficult يعني صعب. احفظ التعابير واحفظ الكلمات الجديدة وتدربي على قراءة النص. لا تنسون تنشرون رابط الدرس وتشتركون بالقناة إذا استفدتم من الدرس كمان فيدم غيركم. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.